القناع هو إجباري على كل طالبة داخل الإقامة الجامعية، سواء في داخل المطعم أو في محيط الإقامة أو داخل الغرف أو داخل الأروقة. الباك جديد هما كيجيو يجيبوا لنا لي زاناليز تحاليل طبية، ونقوم بتسمى تكوين الملف الطبي، ونعطيوهم البطاقة الصحية، وباش نعرفوا اسكو هذه الطالبة عندها مرضت بمرض كوفيد ولا عندها كونتاكت كيما يقولوها مع واحد كان مريض بكوفيد.